أعلنت إدارة الدفاع المدني بالرياض إنقاذ 4 أشخاص تعرضوا للاحتجاز في حادثة انهيار السور الخارجي وسقف المواقف بجامعة المعرفة بالرياض، فيما أكدت مصادر التاسعة عن وقوع حالتي وفاة. وكشفت جامعة المعرفة عن تعرض سورها الخارجي وسقف المواقف إلى انهيار ما أدى إلى احتجاز 2 من موظفي أمن الجامعة بالإضافة إلى آخرين. إذا مباشرة إلى هناك حيث ينضم لنا زميل خلف الخلف مراسل إم بي سي من الدرعية تحديدا بجوار الجامعة. خلف، ما هي آخر الأخبار عن الحادث ولو يعني تطمنا عن حالات الاحتجاز الموجودة؟ نعم، مساء الخير عبد العزيز، مساء الخير على كافة مشاهدي نشرة التاسعة. بالفعل أقف الآن يعني وخلفي الأنقاض، أنقاض جامعة أو السور جامعة المعرفة. تعرضت يعني السور والسقف الموجود في المواقف الجنوبية لهذه الجامعة إلى انهيار، تسبب في حالات إصابات وأيضا وفاة 2، أحدهما مقيم في العقد 5 من عمره والآخر مواطن في العقد 3 من عمره. تم إنقاذ 3 حالات في الموقع و7 حالات عولجت في المستشفيات القريبة وخرجت، بقيت 3 حالات الآن تتم معالجتها في المستشفيات المجاورة. نتحدث هنا عن جهود كبيرة للدفاع المدني، قوات التدخل في الانهيارات وأيضا عدد كبير من الآليات البحث والوسائل، أي الكلاب البوليسية كانت حاضرة، أيضا الأجهزة الدقيقة كانت حاضرة منذ ظهر اليوم. ترقت يعني مديرية الدفاع المدني بلغا بحدود الساعة 1:30 ظهرا بوجود انهيار في هذه المنطقة الواقعة خلفي. وكما تشاهدون المنطقة يعني كانت تخضع قبل قليل للبحث والبحث عن مفقودين، لكن بحمد الله وقبل قليل من ظهورنا على الهواء تم إعلان أنه لا يوجد أي شخص تحت هذه الأنقاض بحمد الله. الآن نتحدث عن خلو هذا المبنى من الأشخاص وخلو هذا المبنى من سواء الوفيات أو حتى الإصابات. نتحدث أيضا عن التضرر كان في الجدار والمواقف الجنوبية، أيضا السيارات اللي كانت موجودة متضررة في هذا الموقع. نعم عبد العزيز. إذن الزميل خلف الخلف مراسل MBC، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات التي نقلتها لنا.